بيع التولية يعني يقول له أنا الساعة هذه بعناها كثير ها يجوز ما في مشكلة، يقول هذه الساعة طلعت علي ب400 وببيعك إياها برأس مالها، هذا تولية، هذا بيع تولية، يعني يخبره أنه سيبيعها برأس ماله، يعني لا غالب ولا مغلوب، لا رابح ولا خسران، هذا بيع تولية، فك الفك ما يقول يعني تأخذها برأس مالها، هذا نوع من البيع سمى التولية.